فتوجت الدنمارك كأسعد بلد في العالم، متفوقة على سويسرا التي تلتها والنرويج وهولندا حسب نتيجة المسح الذي أجراه معهد الأرض التابع لجامعة كولومبيا. يقاس مؤشر السعادة حسب عوامل كثيرة، يأتي في مقدمتها الصحة والتعليم والمساواة وخدمات الحكومة وحرية التعبير. ورغم التقدم في بعض البلدان الأوروبية المحيطة للدنمارك، فقد حقق شعب الدنمارك المرتبة الأولى بالحصول على حياة صحية ورضا وظيفي وذاتي. التقرير أشار إلى أنه يمكن قياس مستوى السعادة بمدى شعور الأفراد عن الرضا في حياتهم.